في الرياكشن بتاعتي، الرياكشنز بتاعتي مزعجه. انت مريحها الله يا دكتور. ما هو لازم نطرح كل حاجه يا دكتور. ايوه ده صح ودي حقيقه، ولكن بالراحه كده، احنا عندنا طبائع شخصيات للبشر هي اللي بتحكم سلوكياتنا، ومن الطبائع دي بعض الشخصيات المزعجه او المؤلمه اللي بنسميهم في اقوال الشكاكين مثلا، او الشخصية السيكوباتية أو الشريرة أو المضادة للمجتمع. الشكاكين دي، بس لاحظ لما بتقول الشكاكين يعني بتنطبق على الزوجة اللي بتشك عمال على بطال ولا إيه؟ طبعا. ولا شكاكين يعني إيه؟ طبعا طبعا. ال 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 الشك أحد السلوكيات التي تدعو إلى الخيانة من وسع، على فكرة. أوكي. على فكرة، يعني أنت مش هتشك في مراتك وتحطها تحت بريشر طول الوقت، أو هتشك في جوزك وتحطيه تحت ضغط طول الوقت وتقولي له خليك معايا. طب ما انت حاطه له السبب اللي يبعد بيه عنك. يعني عشان ما نقولش ان سلوك الخيانه سلوك في حد ذاته صدر من حد لا اخلاق له ابدا. ما هو انا كشريك في هذه العلاقه وكشريك في القصه دي قد اكون زرعت بذره الخيانه بسلوكي. ده ينطبق على الست والراجل مش كده؟ الاثنين. زي ميرفت امين في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، لما نور الشريف كان مخلص جدا ليها وبيحبها جدا وما كانش بيعمل اي حاجه، هي من كتر شكها ليه هو اضطر ان هو يخونها فعلا، وساعتها هديت. هي دي الفكره. فهل احنا النهارده لما سمعنا القصه بتاعت السيده اللي بعتت قصتها والكلام ده، هل القصه دي مؤلمة؟ اه مؤلمة. هل هي كانت الطرف المظلوم في العلاقة؟ اه هي الطرف المظلوم. واتيفر. في فعلا ناس مظالم في علاقتهم، وقصص كتيرة بتكون مؤذية ومزعجة، ولكن اللي انا بدأت بيه كلامي هي صحة علاقتنا بتمشي ازاي. علاقتنا مستصحة ولا لا؟ العلاقات عاملة زي البذرة. يعني العلاقة بين الزوج والزوجة بتمشي ازاي؟ طبعا. ولا كمان العلاقة بين الزوجة وصديقتها؟ كل العلاقات مش كده؟ كل علاقات البشر. العلاقات عاملة زي الزرع. طبعا. البذرة الغير صالحة مش هتطلع حاجة، ولو طلعت هتطلع حاجة مشوهة. صح. فعلاقاتنا عاملة زي الزرع.